خلي لي بالك يمي، من تشوف طيرة مبيضة عندك بيضة واحدة أو مبيضة عندك لكن البيض مالها صغير، حاول أن تتأكد إنه هاي الطيرة أول مبياض لها. إذا أول مبياض هذا أمر طبيعي، أول مبياض مرات الطيرة تبيض بيض صغار أو مرات الطيرة تبيض بيضة واحدة، فمثل ما اتفقنا إنه إذا أول مبياض أمر طبيعي. لكن إذا مبيضة عندك الطيرة سابقا وشفت إنه المبياض الثالث أو المبياض الرابع إنه بيضت واحدة أو بيضت بيضة صغيرة، تأكد إنه هاي الطيرة بها نقص كالسيوم ويراد لها فترة راحة وتنطيها كالسيوم، بعدين ترجع تطبقها للفحل مالها. أهم شيء إنه تعزلها تخليها ترتاح فد أسبوع أو عشرة أيام، تنطيها كالسيوم وترجع تطبقها للفحل مالها.